في حديث البغي أكرمكم الله، تعرفونه الصحيح، قال: فشكر الله لها فغفر لها. متى غفر لها؟ حين شكر لها. أراد الله أن يشكر صنيعها لأنها سقت كلبا يرهث من العطش، ما قالهاش إيه برافو أنت ممتازة، لا، غفر لها، غفر لها عقودا من البغاء والعياذ بالله، أو سنين عديدة في البغاء بسقياها كلبا. كيف لو سقت عبدا من عباد الله؟ كيف لو أحسنت إلى إنسان بشر مؤمن؟ في الحديث المخرج في الصحيح في البخاري وغيره، المسلم إذا أزدى إلى أخيه معروفا يأتي هذا المزدى إليه يوم القيامة في موقف كرب في كربات القيامة ويشفع فيه. ما رأيكم؟ لماذا تشفع فيه أخي؟ يقول: لأنك أزديت إلي. النبي قال: سقاه شربة ماء. النبي ذكر السبب، سقاه مرة شربة ماء، شافه عرقان خائر القوة، يلهث المسكين تعبان، فتقدم إليه بشربة ماء. الله تبارك وتعالى سيشفع من أزديت إليه اليد في المسدي، ولنعم الرجلان هما الشافع والمشفع فيه.